اليوم بدنا نتكلم عن موضوع جديد بتعلق بالفول ويف بريدج ريكتيفاير. سابقا اخذنا كل التفاصيل المتعلقه بالهاف ويف ريكتيفاير سيركت وشفنا انه فيها ميجر ديس ادفانتج، الافشنسي تبعتها ما بتتعدى ال 20%. هلا هون بدنا نحكي عن نوع جديد من الريكتيفاير سيركت بسموه الفول ويف بريدج ريكتيفاير. بس قبل ما ننتقل على الفول ويف بريدج ريكتيفاير بدي اعرج على الموضوع اللي تكلمنا فيه اللقاء اللي فات بخصوص الترانسفورمر. حكينا انه الترانسفورمر هو عباره عن الكتريكال ديفايس يستخدم في نقل تحويل الجهد من قيمه لقيمه ثانيه، بيتكون دائما من 3 عناصر: ملف ابتدائي وملف ثانوي وقلب معدني. العلاقه الرياضيه اللي بتحكم اي ترانسفورمر زي ما انتم شايفينها هون، هذه بتقول انه عدد، يعني حاصل قسمه لفات، عدد لفات الملف الابتدائي على الملفات تبعت بخصوص الملف السكندري بتساوي جهد البرايمري على جهد السكندري بتساوي تيار البرايمري على تيار السكندري. اي انه لما بجيب اي قيمتين للتيار او للجهد او عدد اللفات لما بقسمهم على بعض في كل الاحوال دائما بتحصل على نفس التين ريشيو. واضح كيف؟ هلا بالاي سي بنعرف احنا زي ما تكلمت في اللقاء اللي فات في عندنا قيمتين للاي سي، ممكن نعبر عن الاي سي فاليو اما بيك از بيك او ممكن نعبر عنه بار ام اس. هلا مهم جدا قبل ما تستخدم القانون لازم تتاكد انه الجهود والتيارات على الترانسفورمر كلها موحده، زي ما انت شايف هون التيارات والجهود على البرايمري والسكندري كلياتها بيك فاليوز. هلا في اللحظه هذه بتقدر تعوض تستخدم القانون اللي ذكرته سابقا، زي ما انت شايف الجهود والتيارات هون قيمها كلها بالبيك فاليوز. نفس الشيء اذا بدنا نعوض، اذا بدنا نعبر عن التيار والجهد مش بالبيك وانما بالار ام اس، إذا بدك تستخدم القانون ضروري تتأكد إنه كل الجهود والتيارات على الترانسفورمر كلها بتكون بالآر إم إس. هلا فيما لو تعرضنا لمثال، مثلا كان عندنا الإكزامبل بيحكي إنه في، يعني عندك هون تيار البرايمري هذا بيك، واضح، وتيار السكندري بيك. هلا جهد البرايمري أعطتك إياه مثلا آر إم إس، طلبت منك تحسب إيش البيك في السكندري فولتج as a peak voltage. واضح هون شو بدنا نعمل؟ ما فيك تستخدم القانون قبل ما تعمل الكونفرجن، تحول ال RMS لبيك فولتج. هلا بتعرف واحنا ذكرنا العلاقه الرياضيه اللي بتربط بين ال RMS والبيك، هي موضحه هون، بتحكي انه دائما البيك فولتج بيساوي جذر التنين مضروب بال RMS، او ال RMS فولتج بيساوي البيك فولتج مقسوم على جذر التنين. هلا اذا بدي احول هذه القيمه، اذا بدنا نحول البرايمري فولتج من ار ام اس لبيك، ايش بدي اعمل؟ بدي اضرب القيمه هاي، بدها تصير الفي برايمري مثلا اذا بدي اياها بالبيك، باخذ القيمه بالار ام اس وبضربها بجذر التنين ضرب الفي ار ام اس، هيك واضح كيف؟ هي ضربنا القيمه بجذر التنين فحصلنا على البرايمري بيك فولتج. هيك انت ساعتها بتقدر تستخدم هذا القانون بدون اي مشكله. واضح كيف؟ هلا هذا كل شيء بيتعلق بالترانسفورمر. خلينا نحكي عن الفول ويف بريدج ريكتيفاير. هلا الفول ويف بريدج ريكتيفاير دائرته مش زي ما شفناها بالهاف ويف تتكون من دايد واحد، وانما الدايد كاونت فيها اكثر، تحتوي على 4 دايدات. ال4 دايدات هذول مسميين هون، محطوط على كل واحد منهم ليجند دي 1 دي 2 دي 3 دي 4. هلا في عندك دايجونالي او تو اوبوزيت سايد على الفيرتيكال تو اوبوزيت سايد، هدول بيمثلوا الانبوتس للفول ويف بريدكتيفاير، هدول الطرفين، وهدول الطرفين عباره عن الاوتبوت تيرمينال. واضح كيف؟ يعني احنا لما بدنا نيجي نحول موجه الاي سي للدي سي، اوكي، ايش بنعمل بالعاده؟ بنطبق الاي سي على طرفين العموديات هدول، واضح، وبناخذ الجهد من فين؟ من المقاومه اللي بتتوصل بشكل افقي زي ما انتم شايفين هيك. هلا هون خلينا نقرا الملاحظات اللي بتخص الفول ويف بروجكتيفاير. اول ملاحظه بتقول انه الفول ويف بروجكتيفاير بيستخدم 4 دايودز ان بريدج كونفيجريشن تو ريكتيفاي، بيعمل ريكتيفيكيشن على الجزء الموجب والجزء السالب من الموجب، هذا رح نتكلم عنه بعد شويه. احنا سابقا لما جينا تكلمنا عن الهاف ويف ريكتيفاير حكينا انه شكل الموجب الجيبيه على الانبوت هيك بكون شكلها. الهاف ويف بالعاده شو بيعمل؟ دائما بيخرج الجزء الموجب او الجزء السالب من الموجه وبيخمد الجزء الثاني. واضح كيف؟ يعني بيقدر يمرر لك جزء والجزء الثاني بيعمل عليه اخماد، مفهوم كيف؟ عشان هيك هذا سميناه هاف ويف، يعني
دائرة توحيد نصف الموجة. هلا اللي راح نشوفه بالفل ويف بالريكتيفاير انه مش راح يكون عنده اي مشكلة يتعامل لك مع الجزء الموجب والجزء السالب، بحيث انه الاثنين يخرج لك اياهم على الاوتبوت. الفول ويف بريجكتيفاير بالعاده لما تيجي تطبق عليه موجه زي ما انت شايفينها هون، فيها جزئين، فيها جزء موجب وجزء سالب، اللي على الاوتبوت هيك راح يكون معنا. مفهوم كيف؟ هلا بنتكلم عنها، بس خلينا نمشي في الملاحظات اللي مكتوبه هون. بيحكي انه the four diodes label D1 to D4 are arranged in series pairs. الفكره هون بيحكي انه كانه طلع لما تيجي تطلع على D3 و D1 هون جايات مع بعض على التوالي، وفي عندنا D2 و D4 برضه جايين مع بعض على التوالي. With only two diodes conducting current during each half cycle. The output is taken across the diagonally opposite sides. يعني يعني هون لما تيجي تاخذ الاوتبوت او الانبوت ضروري تنتبه لنقطه كثير مهمه، انه الاطراف تبعت الاوتبوت، يعني اذا حطيت الطرف اول شيء طرف الانبوت هذا كان الطرف الاول، الطرف الثاني بده يكون الطرف المقابل له السفلي، ما بصير لا يكون هذا الطرف ولا هذا الطرف. يعني مثلا استنى خلينا اوضح لكم اياها، يعني هلا واحد جاب الفول ويف بالريكتيفاير هيك شكله، انت اشتريته مثلا بدك تروح توصل عليه المداخل والمخارج. طيب هيك الفول ويف، استنى حط الدليل هذا هون. اوكي هلا اذا انا اذا كان هذا بده يكون الطرف الانبوت الاول، الطرف الثاني بده يكون الطرف المقابل له، ما بصير يكون الطرف الانبوت الثاني هذا ولا الطرف هذا. واضح كيف؟ هلا هدول الطرفين اذا خصصتهم انت للانبوت، هدول الطرفين افكتفلي بده يكونوا للاوتبوت. الاوتبوت بالعاده احنا دائما شو بنحط؟ current limiting resistor مقاومه. The outputs taken across the diagonally opposite side and the AC input voltage are connected across the remaining two diagonally opposite side. واضح كيف؟ هلا في عندنا هون لاحظ كيف الفول ويف بريدج ريكتيفاير، قبل ما ندخل بتفصيلاته حطيت لكم اياه على شكل بلوك. الموجه اللي بتكون مطبقه عليه هذه عباره عن موجه اي سي، زي ما انتم شايفين حكينا سابقا موجه الاي سي تتكون من جزئين، الجزء الموجب من الموجه واضح على الفترة الزمنية من صفر للباي بنسميه البوزيتيف هاف سايكل، وفي عندنا الجزء السالب من الموجة على الفترة الزمنية من باي لاثنين باي بسموه برضه النيجاتيف هاف سايكل. هلا الارتفاع والانخفاض بيكونوا بنفس المقدار، بس اللهم واحد بياخذ اشارة موجبة والثاني بياخذ اشارة سالبة. هلا هذه الموجة لما نيجي نطبقها على الفول ويف بريدج ريكتيفاير، الميزة فيه انه الفول ويف بريدج ريكتيفاير مش راح يخمد يعني جزء من الموجة والجزء الثاني مرره زي ما كنا نشوف في الهاف ويف، وإنما راح يظهر راح يقدر يتعامل مع الجزئين. الجزء الموجب راح يمرره زي ما هو بدون أي مشكلة، الجزء السالب شو راح يعمل فيه زي ما انت شايفين نقله، بدل ما هو تحت ظاهر يعني بدل ما هو زي ما انت شايفين عامله، بدل ما هو معمول هيك على الأطول شو عمله رفعه لفوق. واضح كيف؟ هلأ الميزة هون هلا الهاف ويف الفول ويف بريكتيفاير مكنك انك انت تحول الاي سي لدي سي، بدليل انه هذه الموجه لما تيجي تطلع عليها تحسب الدي سي فولتج، وين دائما حكينا الدي سي فولتج بيكون بين الماكسيمم وبين الصفر، هاي الفي دي سي راح ياخذ معك قيمه، طبعا القيمه تبعت الفي دي سي هو ما راح تساوي صفر. مفهوم كيف؟ بينما موجه الانبوت لما تيجي تطبقها انت هذه الموجه، هذه لما تيجي تحسب الدي سي فولتج دائما راح يطلع معي قيمته صفر. ليش؟ لانه حكينا اكثر من مره اللقاء اللي فات انه الجزء مساحه الجزء الموجب نفسها نفس مساحه الجزء السالب، هدول المساحتين لما بيلغوا بعض بتطلع معي دائما الفي دي سي للانبوت ساينوسويدال ويف فورم بتساوي ايش؟ قيمتها صفر، بينما هون ما بتاخذ قيمه صفر، دائما بيطلع لها قيمه. مفهوم كيف؟ هلا ليش سميناه فول ويف؟ لانه قدر يتعامل مع الجزء الموجب والجزء السالب، زي ما انت شايف اظهر لي موجات اثنتين على الاوتبوت. مفهوم كيف؟ هلا في عندنا هون حاجه كثير مهمه، بتلاحظ انه الديودات لما بيجوا بيشتغلوا بتلاحظ انه كل مره بتلاحظ انه دي 1 ودي 2 راح يكون في وضعيه الاون ستيت، ودي 3 ودي 4 راح يكون في وضعيه الاوف ستيت. هذا لما جينا طبقنا الجزء الموجب من الموجه. هلا لما تيجي تطبق الجزء السالب من الموجه على الفتره الزمنيه من باي ل 2 باي راح يتبادلوا الادوار. هلا بدل ما كان دي 1 ودي 2 هون في وضعيه الاون ستيت، هلا هون شو راح يصيروا؟ فضيت الاوف ستيت. لما هلا كانوا لما كانوا سابقا دي 3 ودي 4 فضيت الاوف ستيت، هلا دورهم صاروا يصيروا في الاون ستيت. هلا بنوضح لكم اياها من خلال تحليل الموجات على الانبوت والاوتبوت.
اوكي، بنقسم التحليل تبعنا على مرحلتين وبنشوف كيف يكون آلية تشغيل أو آلية عمل الفول ويف بريدج ريكتيفاير. بس خلينا نقرأ الملاحظات اللي مكتوبة هون لأنها مهمة كثير. بحكي إنه هون الفول البريدج ريكتيفاير بروفايدز فول ويف ريكتيفيكيشن. العملية هاي بسموها فول ويف ريكتيفيكيشن because at any time during يعني في اي لحظه لما نيجي نطبق سواء طبقت انت الجزء الموجب او الجزء السالب من موجه الانبوت، دائما باستمرار بكون في عندنا ديودات اثنين فور ديت الاون ستيت وديودات اثنين فور ديت الاوف ستيت. مفهوم كيف هي مكتوبه هون؟ فولتج ديود تيرمد اون وايل ذا اذر تو ديودز ار تيرمد اوف. طيب ان بوث كيسز ذا بوزيتيف اند نيجاتيف هاف سايكل اوف ذا انبوت ويف فورم produces positive pulses at the output. يعني اللي ظاهر عندي زي ما حكيت قبل شويه الاوتبوت عندي يا تو بوزيتيف بلسز. مفهوم كيف؟ عشان هيك سميناه فول ويف بريدج ريكتيفاير. The two positive pulses at the output indicates that the direction of current flow through the resistor are in the same. هلا لما تشوف انت القطبيه لاحظ كيف هون القطبيه تبعت الاوتبوت فولتج راح تشوفها بتضلها متساويه سواء جينا طبقنا الجزء الموجب او الجزء السالب. هذا دليل انه اتجاه التيار ضل مندفع بنفس الاتجاه. هلا بثبت لكم اياها الصفحه اللي بعدها. هلا هون بدنا نيجي على الهاف ويف بريدج ريكتيفاير هذا زي ما انتم شايفين عليه ثلاث اربع دايدات اللي هم دي 1 دي 2 ودي 3 ودي 4. وين هم الدايد؟ هيهم. شوف نفس الترتيب اللي حكيت عنه قبل شوي، دي 1 ودي 2 اوكي اوبوزيت، وفي عندنا دي 3 ودي 4 على التوازي. طيب هلا شو حطينا احنا؟ ربطنا الدي هذا شو بيصير؟ اوكي، ربطنا الفول ويف بريدج ريكتيفاير مع مصدر التغذيه، طبعا مصدر التغذيه دائما بيكون على الطرف هذا والطرف هذا، اوكي؟ هلا التو اوبوزيت سايد او الطرفين المقابلات لهم هذول الاثنين هم طرفين الاوتبوت. انا هلا بدي افهم بالضبط شو اللي راح يصير في الفول ويف بريدج ريكتيفاير، حتى نفهم بالضبط شو اللي بصير، مهم جدا تعرف انه التحليل دائما بنعمل على مرحلتين، المرحله الاولى دائما بنطبق نيجي على موجه الانبوت، هذه موجه مصدر التغذيه. شايف كيف؟ هلا لما تكون حاطط الاقطاب او لما نطبق الجزء الموجب من الموجه، شايف كيف؟ هلا الاقطاب كيف بتكون على الانبوت؟ هاي القطبيه الموجبه لفوق والقطبيه السالبه لتحت، مفهوم كيف؟ طيب هلا هون في شغله مهمه كثير، انا ما حطيت لك الفتره الزمنيه للموجه زي ما كنت احكي سابقا بالهاف ويف من الصفر للباي للاثنين باي، وانما شو حطيتها؟ على شكل تايم بيريد. تعرفوا انه التايم بيريد حكينا عرفناها سابقا هو عباره عن الزمن المستغرق للموجه الكامله من اول ما تبلش الموجه لحد ما تنتهي، الزمن اللي استغرقته بسموه تي، مفهوم كيف؟ هلا نص المسافه وين نص التي عندنا بتكون بالضبط هون موجوده، اذا هذه بدل ما حطيت انا الفترات الزمنيه للموجه على شكل صفر من صفر لباي من باي لاثنين باي، يعني من صفر لباي للجزء الموجب ومن باي لاثنين باي للجزء السالب، حطيتها على شكل تي. هلا هيك يعني بتسال الطالب طب اي وحده بدي استخدم؟ متروك لك الخيار، مش اي مشكله، بامكانك تعبر عن الفتره الزمنيه للموجات سواء كان جزء موجب او جزء سالب على شكل الراد، القيم الراد هاي اللي موجوده هون الباي والصفر والاثنين باي، او بامكانك تحطه على شكل التايم بيريد، يعني الموجه الكامله بعيد وبحكي بتاخذ قديش دائما من اول ما تبلش الموجه لحد ما انتهت، قديش استغرقت تي، مفهوم كيف؟ هلا النصف المسافه هي عباره عن النقطه الفاصله بين الجزء الموجب والجزء السالب، ايش بنسميها هون؟ عباره عن تي على 2، مفهوم كيف؟ طيب هلا اذا جينا احنا طبقنا الجزء الموجب من الموجه احنا شو بنسمي هذا؟ البوزيتيف هاف سايكل. الفتره الزمنيه تبعته يا اما بتقول من صفر لباي اوكي او من صفر لتي على 2، فيش اي مشكله. هلا في هذه الفتره كيف الاقطاب بتكون على مصدر التغذيه؟ لازم تعرف 100% كيف تكون الاقطاب، القطبيه السالبه لتحت والقطبيه الموجبه لفوق. طيب هلا انا لما جيت حطيت القطبيه بهذا الشكل كيف بدي يكون القابليه لاندفاع التيار او اتجاه اندفاع التيار؟ هيك بدي يكون باتجاه عقارب الساعه، واضح كيف؟ هلا خلينا نمشي احنا من النقطه A لحد نوصل النقطه B ونشوف اي تو دايودز، اي دايودات اثنين راح يكونوا في وضعيه الاون ستيت واي دايودات اثنين راح يكونوا في وضعيه الاوف ستيت، واضح؟ ونحدد كيف اتجاه اندفاع التيار في المقاومه، وبناء على ذلك بنقدر نحدد القطبيه على المقاومه. تعال نشوف. هلا اول شيء التيار بده يمشي باتجاه عقارب الساعه. هلا هذا التيار هيك بده يكون اتجاه اندفاعه، مفهوم كيف؟ عند الجنكشن هذه استنى اشوف في حدا بيسال هون اي تقريب راح نستخدم. هلا مبدئيا
بدناش نقول اي تقريب، يعني احنا التقريبات رح نتكلم عنها في السلايد السلايدات هون، هي هون التقريب الاول هذا، وهون مستخدمين التقريب الثاني. احنا بس بدنا نفهم بالضبط، يعني نتاكد انه نشوف اي تو ديتس رح يشتغلوا عندي واي تو ديت، يعني بس بدي اعرف اي اثنين رح يكونوا في وضعيه الاون ستيت واي اثنين رح يكونوا في وضعيه الاوف ستيت، بعدين بنحكي عن التقريبات. مفهوم كيف؟ هلا الموجه لما التيار شوي التيار لما يكون مندفع من النقطه A لهذا الجنكشن، لا نقطه او التفرع، نقطه التفرع اللي موجوده هون، هلا بصير عند الطالب تساؤل، بقول هل يا ترى هذا التيار راح يندفع من خلال من خلال الديود دي 3؟ انت حتى تقدر تحدد دي 3 في وضعيه الاون ستيت او الاوف ستيت، او تقدر تقول اذا كان دي 3 بيشتغل في حاله انحياز امامي او انحياز عكسي. دائما حكينا انه بتقارن انت اتجاه اندفاع التيار مع اتجاه سهم الدايود، اذا كان زي ما انت شايفهم هيك اثنين متعاكسات، اذا بقدر اجزم 100% انه دي 3 حاطه بكون في وضعيه الاوف ستيت. انا شو حطيت وضعيه الاوف ستيت؟ الدايود بكون لونه احمر، هيو دليل انه الدايود ما راح يشتغل معي من مره دي 3. هلا بضل للتيار خيار واحد يعدي فيه، مسار واحد ممكن يعدي فيه، مش المسار هذا اكيد، لانه الدي 3 ما راح يسمح له يعدي، ما راح يسمح للتيار يعدي، وانما شو راح يعدي في المسار هذا. هلا باجي بسال، هلا اتجاه طلع كيف سهم التيار وطلع كيف سهم الدي 1، الاثنين بنفس الاتجاه ولا متعاكسات؟ هون بيكونوا بنفس الاتجاه، اذا هون بقدر استنتج انه دي 1 راح يكون في وضعيه انحياز امامي او وضعيه الاون ستيت، يعني سواء حكيت الديد في وضعيه الفورورد بيس مود او سواء واحد اجي قال في وضعيه الاون ستيت، هذه نفس المعنى، يعني هذه نفس مرادفات المعنى هذا، يعني سواء حكيت اف بي ام او اون ستيت مرادفين لبعض، مش اي مشكله. مفهوم كيف؟ اذا انا لهلا استنتجت حاجتين كثير مهمات، انه الدي 3 راح يكون في وضعيه انحياز عكسي او وضعيه الاوف ستيت، ودي 1 راح يكون في وضعيه انحياز امامي او وضعيه الاون ستيت. الاستنتاج هذا توصلت له لما جيت شفت اتجاه سهم التيار مع السهم تبع الدايود، لما شفت انه اتجاه سهم التيار معاكس لاتجاه سهم الدايود زي ما انا شايفهم، اذا استنتجت انه دي 3 في وضعيه الاوف ستيت، ولما جيت لاحظت انه اتجاه سهم التيار موافق لاتجاه سهم الدايود في دي 1، اذا هون دي 1 بيكون في وضعيه الاون ستيت. واضح؟ طيب لهو احنا هيك خلصنا نص التحليل. النص الثاني، هلا التيار وين وصل؟ الجنكشن اللي موجود هون، هل يا ترى هذا التيار بيقدر يعدي من خلال دي 4؟ اكيد مستحيل، ما راح يعدي. ليش؟ لانه اتجاه سهم هذا التيار معاكس للدي 4، اذا الدايود دي 4 ما راح يسمح بمرور هذا التيار. ليش؟ لانه راح يكون في وضعيه انحياز عكسي. هلا بضل التيار خيار وحيد ممكن، بس ممكن يعدي في هذا المسار. واضح كيف؟ يعدي من خلال المقاومه. هلا التيار بكون اتجاه اندفاعه في المقاومه من جهه اليمين لجهه اليسار، هيك اتجاه اندفاعه. واضح كيف؟ طيب هلا لما يكون مندفع بهذا الاتجاه بيجي عندي النقطه هاي. هلا الطالب بصير في بعض الطلاب بفكروا انه التيار راح يكون شوي صغيره. في بعض الطلاب بفكروا انه التيار، يعني مع التيار ممكن يرجع في المقاومه في الدايود دي 4، مستحيل هذا يصير. ليش؟ لانه احنا دائما نعرف انه اتجاه اندفاع التيار من القطب الموجب للقطب السالب، عمره ما صار تيار كهربائي بيطلع مثلا من القطب الموجب وبيمشي هيك زي ما حكينا وبرجع بعديها على القطب الموجب. دائما التيار الكهربائي بيندفع من قطب لقطب، يعني دائما اتجاه اندفاعه الافتراضي بيكون من القطب الموجب all the way down لحد القطب السالب. اذا انا لما هيك الخيارات عندي صارت محدوده، التيار زي ما حكينا بده يندفع بهذا الاتجاه هيك من خلال دي 1، لما يوصل الجنكشن هذا مش راح يعدي من خلال دي 4 اكيد، لانه دي 4 راح يكون في وضعيه انحياز عكسي، فلا لما كان في وضعيه انحياز عكسي ما راح يسمح بمرور التيار، اذا للتيار صار معه مجال فقط يعدي من خلال المقاومه. لما يوصل الجنكشن هذا اكيد التيار ما راح يرجع على القطب الموجب لانه عمره ما صارت،
هذا التيار اذا بيعدي. لما نيجي نقارن هلا اتجاه اندفاع التيار هلا، بدنا نيجي نشوف دي 2 هل راح تكون في وضعيه انحياز امامي ولا عكسي. لما نقارن اتجاه سهم التيار مع اتجاه سهم دي 2، لما يكون الاثنين متوافقات بقدر اجزم 100% انه دي 2 زيه زي دي 1، راح يكون في وضعيه الاون ستيت او وضعيه انحياز امامي. فعشان هيك هلا التيار راح يوصل النقطه هذه، اكيد ما راح يرجع من خلال دي 4. اوكي، راح هلا اقرب نقطه له، اقرب مسار له حتى يوصل القطب السالب اللي هو هذا المسار. طلع كيف بيعدي هيك وبيمشي وين بيطلع؟ بوصل القطب السالب. هلا لما جينا شفنا هون المسار تبع التيار، هي حددنا المسار تبع التيار وحددنا اي تو دايودات 2 بيكونوا في وضعي اي تو دايود في وضعيه انحياز امامي، لقينا انه الدايود دي 1 ودي 2 في وضعيه الاون ستيت او وضعيه انحياز امامي، وهون استنتجنا انه دي 3 ودي 4 راح يكونوا في وضعيه انحياز عكسي. هلا اتجاه اندفاع التيار في المقاومه زي ما انت شايفين من جهه اليسار من جهه اليمين لجهه اليسار، هذا الاتجاه هل يا ترى كيف بده يعمل الاقطاب على المقاومه؟ راح يخلي القطبيه الموجبه على اليمين حسب الباسيف ساين كونفرجن. دائما تعرف انه لما مثلا يكون في عندي مقاومه، لما يكون التيار المندفع خلال المقاومه من جهه اليسار لجهه اليمين، كيف بتكون الاقطاب بهذا الشكل؟ هلا لو عكسنا اتجاه اندفاع التيار، واحد فيكم مثلا مرر التيار في المقاومه بهذا الشكل، كيف الاقطاب بدها تكون على المقاومه؟ الموجب على اليمين والسالب على اليسار، واضح كيف؟ اذا هيك انت من اتجاه اندفاع التيار حددنا القطبيه كيف راح تكون على المقاومه، مفهوم كيف؟ طيب هلا احنا هذا التحليل عملناه فقط على لما جينا طبقنا الجزء الموجب من الموجه، واضح؟ بدنا نيجي هلا نشوف شو اللي راح يصير بالضبط لما نيجي نطبق الجزء السالب من الموجه. هلا راح يكون اتجاه اندفاع التيار مختلف تماما، وراح تكون يعني نفس اليه التحليل اللي اتبعتها انت لما جيت لما جينا طبقنا الجزء الموجب، بدنا برضه نتبعها لما نيجي نطبق الجزء السالب من الموجه. الجزء السالب من موجه الانبوت. قبل ما اكمل ضروري اذا حدا عنده اي سؤال او استفسار يعني، والمش قادر يحكي على المايك يكتب لي على الشات، فيش اي مشكله، انا بستنى شوي. طيب خلينا هلا نطبق الجزء السالب من الموجه. الجزء السالب من الموجه دائما بيكون على الفتره الزمنيه من تي على 2 لحد تي، او ممكن ايش واحد يقول لي من باي ل 2 باي، يعني سواء استخدمت هاي الطريقه او هاي الطريقه فيش اي مشكله. طيب الجزء السالب من الموجه مهم جدا حتى نعرف نشتغل صح، لازم تحدد الاقطاب على مصدر التغذيه بهذا الشكل، القطب السالب لفوق والقطب الموجب لتحت، هيك بتكون الاقطاب معكوسه. هلا لما بده يكون التيار كيف راح يكون اتجاه اندفاعه؟ دائما من القطب الموجب للقطب السالب، يعني التيار هون بده يمشي عكس اقارب الساعه، بده يبلش من النقطه بي، مفهوم كيف؟ طيب هلا انا هذا التيار لما باجي بمشي بطلع كيف؟ هذا التيار بده يندفع بهذا الاتجاه، بيجي عند الجنكشن هذا، واضح؟ هلا عند المفترق او الجنكشن اللي موجوده هون بيجي بنتساءل بنشوف هل يا ترى هذا التيار بامكانه يعدي من خلال بي 2؟ اكيد لا. ليش؟ لانه اتجاه اندفاع التيار معاكس لاتجاه سهم الديود دي 2، لما يكون الاثنين متعاكسات نحكي انه دي 2 راح يكون في وضعيه الاوف ستيت او بكون شغال في وضعيه انحياز عكسي، عشان هيك انا حطيت اللون تبعه لونه احمر عشان تعرف انه مش راح يكون شغال معنا او راح يكون في وضعيه انحياز عكسي. الحاله هذه دي 2 ما راح تسمح بتمرير التيار، وانما ايش؟ اي ديود راح يسمح بتمرير التيار دي 4. ليش؟ لانه لاحظ كيف اتجاه اندفاع التيار مع اتجاه سهم دي 4 بيكون الاثنين متوافقات، اذا ايش؟ دي 4 بقول لهذا التيار انا فيش اي مشكله امرر، يعني انقلك من النقطه هاي للنقطه هاي، امرر هذا التيار، واضح كيف؟ هلا التيار لما يوصل عند الجنكشن هذا هل يا ترى بيقدر يعدي في دي 1؟ اكيد لا، يعني ما جرى على دي 2 نفس الشيء بده يجي على دي 1. شوف كيف اتجاه السهم اندفاع التيار مع دي 1 متعاكسات، اذا دي 1 شو حطينا اللون تبعه لونه احمر، دليل انه شغال بكون في وضعيه الانحياز العكسي، مفهوم كيف؟ اذا بضل المسار الوحيد اللي ممكن يعدي منه التيار اللي هو من خلال المقاومه، بعدي بنفس نفس المسار اللي مشى فيه سابقا من جهه اليمين لجهه اليسار، لاحظ كيف؟ هيك راح يعدي.
طيب هلا لما يوصل التيار هون، هل يا ترى في تيار كهربائي بيطلع من القطب الموجب وبيرجع على القطب الموجب؟ مستحيل، دائما الاتجاه الافتراضي لاندفاع التيار من القطب الموجب all the way لحد ما يوصل، ببلش من القطب الموجب لحد ما يوصل القطب السالب. إذا التيار مستحيل يعدي هيك، المسار الوحيد له هلا بيطلع لفوق. هلا لما يجي بيطلع لفوق دي 4 دي 3 هون، هل راح تسمح بتمرير هذا التيار؟ اكيد. ليش؟ لانه اتجاه اندفاع هذا التيار مع السهم تبع دي 3 الاثنين متوافقات. اذا دي 3 هون راح يكون في وضعيه انحياز امامي. لما يكون في وضعيه انحياز امامي بنحط اللون تبعه ايه؟ لونه اخضر. مفهوم كيف؟ اذا هذا التيار وصل هون، اقرب مسار له حتى يوصل للقطب السالب اللي هو هذا المسار. مفهوم كيف؟ إذا هون شو استنتجنا؟ استنتجنا إنه في عنا اللي صار معنا لما جينا طبقنا الجزء السالب من الموجة، طيب لما جينا طبقنا الجزء السالب من الموجة شفنا إنه العملية صارت تبادلية، استنتجنا انه دي 3 ودي 4 صاروا في وضعيه الاون ستيت او في وضعيه انحياز امامي، وفي عندنا دي 1 ودي 2 صاروا في وضعيه الاوف ستيت او في وضعيه انحياز عكسي. واضح كيف؟ اذا هون زي ما حكيت قبل شويه انه كل مره سواء طبقت الجزء الموجب او الجزء السالب من الموجه، كل مره بتشوف انه ديودات 2 في وضعيه انحياز امامي وفي عندي ديودات 2 في المقابل بكونوا في وضعيه انحياز عكسي. مفهوم كيف؟ يعني اولا لما جينا طبقنا الجزء الموجب شفنا انه دي 1 ودي 2 كانوا في وضعيه انحياز امامي، ودي 3 ودي 4 صاروا في وضعيه انحياز عكسي. هلا هون العمليه بتصير تبادليه. كيف تبادليه؟ يعني بدل ما كانوا هلا لما جينا طبقنا الجزء السالب من موجه الانبوت، لاحظ بدل ما كان دي 3 ودي 4 في وضعيه انحياز عكسي في الجزء الموجب، هلا بدهم يبدلوا ادوارهم. هلا بتيجي دي 3 ودي 4 بنقول انتم دوركم تصيروا في وضعيه انحياز امامي او في وضعيه الاون ستيت، عشان هيك حطيت لونهم الاثنين هون اخضر، بينما دي 1 ودي 2 لازم ايش يصيروا في وضعيه انحياز عكسي من التحليل اللي شفناه. طيب هلا في كلا الحالتين اللي بنلاحظه، خلينا نيجي على المقاومه، كيف اتجاه اندفاع التيار لما جينا طبقنا الجزء الموجب وكيف اتجاه اندفاع التيار لما جينا طبقنا الجزء السالب؟ في الحالتين اتجاه اندفاع التيار على المقاومه موحد، دائما مندفع من جهه اليمين لجهه اليسار، هيك بهذا الاتجاه اتجاه اندفاع التيار. طيب هلا لما صار عندي اتجاه اندفاع التيار موحد، اذا القطبيه سواء القطبيه على المقاومه سواء طبقنا الجزء الموجب او الجزء السالب كيف بيكون باستمرار؟ بده يكون الموجب على اليمين والسالب على اليسار. واضح كيف؟ طب هذا دليل انه انت لما تيجي تحد القطبيه لما تكون عندي موحده، لما تيجي تحط البلسز على الاوتبوت، البلسز على الاوتبوت بدها تكون البلسز هيك شكلها. مفهوم كيف؟ هلا لو انه مثلا هذه القطبيه فرضا، يعني لو كانت القطبيه عندي مثلا هون سالب وهون موجب فلنفرض يعني لسبب ما، كيف القطبيه وهون كان من قبل موجب سالب بعدين عكست القطبيه على اطراف المقاومه، كيف بده يكون عندك البلسز على المقاومه؟ راح تكون واحده تكون هذه الموجبه وهذه تكون السالبه، بس لانه القطبيه عشان اندفاع التيار ظلوا بنفس الاتجاه سواء طبقنا الجزء الموجب او الجزء السالب من الموجة ظلت بنفس الاتجاه التيار، القطبية ظلت نفس الشيء. اوكي استنى شوي بس خليني اشيل هاي. واضح البلسز على الاوتبوت كيف راح يكون او الموجات على الاوتبوت كيف راح يكونوا؟ هيك شكلهم. واضح كيف؟ في حدا عنده اي سؤال او استفسار قبل ما نكمل؟ طيب هيك تمام. خلينا نقرأ الملاحظات اللي مكتوبة هون. هذه الملاحظات إعادة للشرح اللي حكيته، إنه during في الفترة الـ positive half cycle of input AC waveform the two diodes، هلا بحكي إنه راح يكون turned on، بيشتغل في وضعية انحياز أمامي، والديودات دي 3 ودي 4 راح يكون في وضعية انحياز عكسي. هي زي ما حكيت هلا الانحياز العكسي بيكون لونه أحمر، واللي بيشتغل في انحياز أمامي بنحط لونه أخضر. واضح كيف؟ The current flows along the path. هلا كيف المسار تبع اندفاع التيار ببلش من النقطة A، خلينا نتأكد هالمعلومة هسه، من السورس تيرمينال A بيعدي في D1 هات نشوف هون،
بعدي في المقاومة ار ال، اكيد هون هي ممتاز، هي بعدي في ار ال، بعدين بعدي في دي 2، هات نشوف هون هي دي 2، بعدين ليوصل لحد السورس تيرمينال بي، هات نشوف حيوصل لحد السورس تيرمينال بي. اوكي طيب، هلا هون ديورنج ذا نيجاتيف هاف سايكل لما جينا طبقنا الجزء السالب من الموجه، اوكي اللي حكينا انه دي 3 ودي 4 نتاكد هون راح يكونوا شغالين في وضعيه انحياز امامي او في وضعيه الاون ستيت. هات نشوف هاي دليل انه انا حطيتهم الاثنين لونهم اخضر، اوكي ودي 3 دي 1 ودي 2 هلا بدهم يصيروا في وضعيه انحياز عكسي، اذا ايش بدهم نحط لونهم احمر بكونوا في الاوف ستيت. مفهوم كيف؟ هلا المسار تبع التيار هون الكرنت فلو، هلا التيار بيكون في المسار هذا من السورس تيرمينال بي، طلع كيف من السورس تيرمينال بي بيعدي في دي 1، استنى شوي هي بيعدي سورس بيعدي عفوا في دي 4 حتى نتاكد هي دي 4، بعدين بيعدي من خلال المقاومه ار ال، هي ار ال، بعدين بيمشي في المقاومه دي 3، استنى شوف هي دي 3 لحد ما يوصل السورس تيرمينال اي. واضح هذا الاتجاه او المسار تبع التيار لما مشى من بي لاي، شفت انا كل مره بيعدي، يعني كل مره شفنا كيف بيعدي التيار او المسار تبع التيار سواء في القطب لما مررنا الجزء الموجب او الجزء السالب من الموجب. طيب هلا in both cases في الحالتين سواء كان في الجزء الموجب او الجزء السالب من موجة الانبوت، انه الكرنت ثرو ار ال ار اولويز فلو ان ذا سيم دايركشن، زي ما حكيت قبل شوي اتجاه اندفاع التيار هذا موحد باستمرار دائما من جهه اليمين لجهه اليسار، واضح كيف سواء هون او هون، واضح كيف؟ اذا الاقطاب كيف بدها تكون على المقاومه؟ دائما بيكون الموجب على اليمين والسالب على اليسار، هي الموجب على اليمين كمان هون والسالب على اليسار، واضح؟ the current through RL always flow in the same direction from right to left, which develops a fixed voltage polarity. This explains the reason why there are two positive pulses. هذا بفسر لك ليش في عنا احنا two pulses على ال output. يعني قطبية هذا البلس القطبية تبعتها نفس القطبية تبعت هاي، فعشان حط عشان هيك حطيناهم ايش بهذا الشكل. واضح كيف؟ ما حطينا الاوتبوت بهذا الشكل، لان القطبيه بتضلها موحده على الاوتبوت، سواء طبقت الجزء الموجب او الجزء السالب من موجه الانبوت، واضح كيف؟ خلصنا هاي، هلا هون بدنا نيجي نحكي عن التقريبات، حكينا احنا دائما الدايود بنستخدم له في دوائر الاي سي يا اما التقريب الاول او التقريب الثاني، الكل فيكم بيعرف انه بالتقريب الاول لما يكون الدايود في وضعيه انحياز امامي او في وضعيه الاون ستيت بنحط محله شورت سيركت، اذا كان في وضعيه انحياز عكسي بنحط محله اوبن سويتش او اوبن سيركت زي ما انتم شايفين هون. هلا بدنا نيجي نطبق الكونسبت هون، خلينا بس نقرا الملاحظه اللي مكتوبه هون. Let us apply the concept of diode approximation. خلينا نشوف التقريب تبع الدايد ابروكسيميشن. The bridge rectifier as discussed before. There are two, only two approximations للدايد. The first was second. In each half cycle, two diodes conduct simultaneously. يعني شو يعني simultaneously؟ بتضل شغالين مع بعض، هيك الفكر فيها. هلا بالفيرست ابروكسيميشن او الايديال دايود موديل، when using the first approximation, the conducting diodes like for example B1 و D2، يعني لما جينا طبقنا الجزء الموجب من موجة الانبوت، واضح؟ الدايودات B1 و D2 اوكي حاطين لونهم اخضر، ليش؟ لانهم الاثنين شغالين في وضعيه الاون ستيت. هلا حسب التقريب الاول ايش بنحط محل الدايدات هذول؟ بنحط محلهم شورت سيركت، فاذا هيك بتصير الدائره شكلها. طلع لاحظ الدائره هاي، طيب ودي 3 ودي 4 اللي لونهم احمر هذول شغالين بكونوا في وضعيه الاوف ستيت او في وضعيه انحياز عكسي. هلا حسب التقريب الاول شو بدنا نحط محلهم؟ اوبن سويتشز دي 3 ودي 4، تذكروا هلا دي 1 ودي 2 كلوز سويتشز ودي 3 ودي 4 بدهم يكونوا اوبن سويتشز. حتى نطلع على الرسمه هل هي صحيحه؟ هي زي ما انت شايف هي دي 1 دي 2 واضح، حطيتهم يعني حطيت انا شو محلهم؟ كلوز سويتش، ودي 3 ودي 4 حطيت محلهم اوبن سويتش. نفس الطريقه اللي اتبعناها في تحليل دائره الهاف الفول ويف بالريكتيفاير هون بدك تعملها هون حتى تحدد ايش
اي تو ديس بيكونوا شغالين في وضعيه انحياز امامي، واي تو ديس شغالين في وضعيه انحياز عكسي. بس مهم جدا هون عشان استخدمنا التقريب الاول، بعيد وبحكي اي دايت في وضعيه انحياز امامي او في وضعيه الاون ستيت بنحط محله شورت سيركت، لما يكون في وضعيه الاوف ستيت بكون بنحط محله اوبن سيركت. فاذا بتحب اعيد لكم التحليل خلينا نعيده عشان المعلومات الجديده هاي. هلا احنا هون التحليل تبعنا لما بنقسمه على مرحلتين، الموجة تبعت الانبوت بنقسمها على قسمين. اول شيء لما نيجي نطبق الجزء الموجب من الموجة، هذا بنسميه ايش؟ بنسميه البوزيتيف هاف سايكل. الفترة الزمنية تبعته للجزء الموجب من الموجة من الصفر للتي على اثنين، واضح كيف؟ طيب هذا الجزء الموجب، قبل ما نيجي نشوف كيف اتجاه اندفاع التيار، مهم جدا تعرف كيف الاقطاب بدها تكون على مصدر التغذيه، القطبيه الموجبه لفوق هون اكيد، والقطبيه السالبه لتحت. هلا الاتجاه الافتراضي لاندفاع التيار دائما ايش بيكون؟ باتجاه عقارب الساعه من القطب A لحد القطب B. هلا لما نيجي نحدد احنا هون، لما نيجي نشوف بتلاقي انه دي واحد راح يكون شغال في حاله انحياز امامي، ودي ثلاثة حكينا انه بكون شغال في وضعية انحياز عكسي. اذا التيار راح يوصل الجنكشن هذه ويعدي من خلال المقاومة من جهة اليمين لجهة اليسار. اذا كيف الاقطاب بدها تكون على المقاومة؟ بتكون حاسب الباسيف ساين كونفنشن، بتكون القطبية الموجبة على اليمين والسالبة على اليسار. هلا التيار ما راح يرجع، حكيت قبل شوي التيار عمره ما رجع من، يعني طلع من القطب الموجب ورجع على نفس القطب، وانما بده يروح على القطب الثاني واللي هو القطب السالب. اذا ابسط مسار له بده يعدي من خلال دي 2 ويعمل بروبيجيشن اول ذا واي لحد ما يوصل القطب السالب. هون استنتجنا انه لما تيجي انت بدك ترسم الموجه او البلس الموجي تبعت الانبوت هاي اللي بدك كيف بدها تظهر عندي على الاوتبوت، هيك راح يكون ظهورها على الاوتبوت بنفس الشكل، مش اي مشكله. يعني انا الفول ويف بريدج ريكتيفاير مرر لي الموجه هاي بنفس ولا غير عليها اي شيء، الموجه هذه على الفتره الزمنيه من صفر لتي على اثنين اظهر لي اياها على الاوتبوت بدون اي مشكله. واضح كيف؟ شوف الارتفاع، الارتفاع او البيك فولتج على الانبوت نفسه نفس البيك فولتج على الاوتبوت. طب ليش شو السبب؟ لانه الديودات اثنين هون اعتبرنا محلهم شورت سويتش، شورت سيركتس، ما في عندي فولتج دروب ولا ما في عندي اي شكل من اشكال الفولتج دروب. اذا يعني مثلا لو كان البيك فولتج على الانبوت قيمته 14 فولت، قديش بده يكون البيك فولتج على الاوتبوت؟ بنفس المقدار، بده يكون 14 فولت. هلا مهم جدا تعرف انه احنا التحليل تبعنا على الفتره الزمنيه من صفر لتي على 2، اذا هذا سواء كان على موجه الانبوت او على موجه الاوتبوت بتضلها نفس الفتره الزمنيه من صفر لتي على 2. واضح كيف؟ طيب خلينا نيجي ناخذ الجزء السالب من موجه الانبوت. هل هذا الجزء السالب من موجه الانبوت شو بنسميه احنا دائما؟ النيجاتيف هاف سايكل. الفتره الزمنيه تبعته من قديش لقديش؟ من تي على 2 لتي، او ممكن واحد يجي يقول لي من باي ل 2 باي، فيش اي مشكله. هلا هاي قبل ما نشوف كيف اتجاه اندفاع التيار راح يكون، مهم جدا نيجي نحدد القطبيه على مصدر التغذيه، كيف راح تكون الاقطاب على مصدر التغذيه؟ القطبيه الموجبه لتحت والسالب لفوق. هلا اتجاه اندفاع التيار بيكون من الطرف بي لحد الطرف A، يعني بده يمشي التيار عكس عقارب الساعه. هلا هذا التيار هيك بده يكون اتجاه اندفاعه. احنا زي ما حكينا قبل شوي بي 4 راح يكون في وضعيه انحياز امامي، اذا شو حطينا محله؟ كلوزد سويتش، اوكي؟ ودي 1 راح يكون في وضعيه انحياز عكسي، راح نحط محله اوبن سويتش. هلا العمليه بتصير تبادليه، يعني بدل ما كان دي 1 ودي 2 في البوزيتيف هاف سايكل تبعت موجه الانبوت في وضعيه انحياز امامي، راح يصيروا الاثنين هذول في وضعيه انحياز عكسي. تيجي بتشوف دي 3 ودي 4 هون لما بدل ما كانوا في وضعيه انحياز عكسي او في وضعيه الاوف ستيت، شو حطينا؟ شو صار في وضعيه الاون ستيت؟ اذا هون راح يتشكل مسار جديد للتيار. هذا المسار بفرق فينا انه المسار هذا طلع كيف بده يكون؟ بده يمشي التيار من القطب بي لحد الجنكشن هذه، بده يعدي في الدايت دي 4، بعدين يمشي في المقاومه من جهه اليمين لجهه اليسار، وبيعدي من خلال دي 3، هذا ابسط يعني اسهل مسار له لحد ما يوصل القطب السالب اللي موجود هون. مفهوم كيف؟ هلا اللي استنتجناه انه في كلا الحالتين سواء جينا طبقنا موجه الانبوت الجزء الموجب من الموجه او الجزء السالب،
واضح من موجة الانبوت، دائما اتجاه اندفاع التيار في المقاومة في الحالتين زي ما انت شايف، من جهة اليمين لجهة اليسار. هذا بيحتم عليك انه القطبية بدها تكون في الحالتين زي ما انت شايف، القطب الموجب على اليمين والقطب السالب على اليسار. شايف كيف؟ طيب اذا انا هون لما بدي اجي الموجة هذه، هل يا ترى لما بدي اجي ارسمها على الاوتبوت هل راح تضلها هيك ولا راح نقلبها؟ لا اكيد راح تقلبها. كيف انت رسمت البوزيتيف هاف سايكل؟ كيف انت رسمت الجزء الموجب من موجه الانبوت على الاوتبوت هيك شكله؟ اوكي، لانه الاقطاب عندي هون ما تغيرت، يبقى بدي احط كمان بلص، كمان بلصه زي كمان بلصه بجانب هاي البلصه لما جينا طبقنا الجزء السالب من موجه الانبوت، هاي البلصه الثانيه. طيب هل الارتفاع لها نفس الارتفاع اللي موجود هون؟ اكيد اه. يعني مثلا بعيد بحكي، لو كان الارتفاع تبع الموجه هون بيساوي قيمته 14 فولت، طيب نيجي من احنا بنشوف هذا الارتفاع اللي بيظهر عندي على الاوتبوت ولا ما بيظهر؟ اكيد راح يظهر عندنا على الاوتبوت لسبب بسيط كثير، انه ما الديودات عندي هون كانوا عباره عن شورت سيركت. هلا الشورت سيركت ما في عليه فولتج دروب، صح ولا لا؟ يعني ما صارش عندي اي فقد بالجهد لما مر التيار خلال الديودات دي 3 دي 4 ودي 3. اوكي، فاذا الارتفاع هذا بدي اشوفه برضه على الاوتبوت نفس المقدار، مش راح يروح منه اي شيء. اذا هون بده يكون قيمته 14 فولت وهون قيمته برضه ال 14 فولت. هذا الارتفاع ايش احنا بنسميه؟ يعني في له عده تسميات. يعني حدا هلا الفي بيك هذه على الانبوت او الفي ماكسيمم على الانبوت قديش راح يساوي؟ 14. طيب تعال نشوف الارتفاع على الاوتبوت، شو نسميه؟ في بيك الاوتبوت او الفي ماكسيمم الاوتبوت. الاثنين هذول بكونوا متساويات، مش فيهم اي مشكله، متساويات 100%. مفهوم كيف؟ قبل ما اكمل، حدا عنده اي سؤال او استفسار؟ واضح؟ اذا حدا بيسال يسال، مش مشكله. طيب هلا احنا هون بدنا نيجي ناخذ، هلا هذا التحليل عملناه باستخدام التقريب الاول، سهل جدا. بدنا نيجي لو جيت قلت لك مثلا بدك تستخدم السكند ابروكسيميشن، التقريب الثاني، شو بنعمل؟ لما يكون الدايت في وضعيه الاورن ستيت او وضعيه الانحياز الامامي، شو بنحط محله؟ بكون لونه اخضر، بنحط محله البارير بوتنشال لهذا الدايت. اذا هذا البارير بوتنشال بكون حسب الماده المستخدمه للدايت، اذا كان مصنوع من السيليكون بتحطه 7 بالعشره، اذا كان مصنوع من الجرمانيوم بتحطه 3 بالعشره. واضح؟ طيب بينما اذا كان في وضعيه انحياز عكسي، اللون للدايت بكون احمر، شو بنحط دائما محله؟ اوبن سيركت. مفهوم كيف؟ هون اللي راح نشوفه، اللي راح نشوفه لما نيجي نستخدم التقريب الثاني، طلع كيف؟ اي ديودات اثنين شغالين في وضعيه انحياز امامي لما جينا طبقنا الجزء الموجب من موجه الانبوت، اذا ما بنحط محلهم closed switches زي ما انا شايف هون، وانما شو بدي احط؟ البارير بوتنشال. بس بدك تراعي القطبيه تبعت البارير بوتنشال هاي. يعني بصيرش واحد فيكم مثلا، اشوف واحد فيكم حاطط البارير بوتنشال لدي واحد هيك، حاطط القطب الموجب هون والقطب السالب هون. غلط، دائما القطب الموجب بكون وين؟ على طرف الانود. واضح كيف الدائره؟ هات شوف، احنا الفول ويف بروجيكتيفاير خلينا نرسم لك اياها هيك، بكون هيك شكله. استنى شوي صغيره، اوكي. الدايود هاي طلع كيف؟ هذا الدايود بي 1، اوكي، وين طرف الانود لدي 1؟ هي طرف الانود اللي موجود هون. اوكي، اذا القطبيه الموجبه للبارير بوتنشال بدها تكون من جهه الانود، عشان هيك الاقطاب بدها تكون للبارير بوتنشال لدي 1، هيك بيكون شكلها. دي 2 وين الانود لدي 2؟ اوكي محيط انا الانود لدي 2 هون على هذا الطرف بده يكون، عشان هيك القطبيه تبعت البارير بوتنشال هيك بتحط هيك شكلها. مفهوم كيف؟ اذا بتحب نعمل نعيد التحليل بشكل مفصل، خليني احاول ارسم البريدج اكتيفاير هون ونشوف كيف نعمل. استنى خليني اعيد رسمه هون شوي صغير. هي اطراف الانبوت. طيب احنا هون حكينا دائما لما بدنا نيجي نعمل واللود وين محطوط؟ اللود هون بيجي.
طيب شوف علي، لما بدي اجي انا اطبق الجزء الموجب من موجه الانبوت، الكل فيكم بيعرف الفتره الزمنيه تبعته، اما بنحطها من صفر لتي على 2 او من صفر للباي. واضح كيف؟ هلا في هاي المرحله القطبيه بتكون على اطراف مصدر التغذيه بهذا الشكل، القطب الموجب لفوق والقطب السالب لتحت. كيف بده يكون اتجاه او مسار اندفاع التيار؟ بيكون من الطرف A all the way لحد ما يوصل الطرف B. هذا التيار لما بيمشي معانا نيجي احنا دائما، بعيد بحكي يعني، بنشوف كيف هذا السهم التيار هذا مع مقارنه مع الاسهم تبعت الديودات الاربعه دي 1 دي 2 دي 3 دي 4، وبناء على ذلك بنحدد في اللحظه اللي بيكون فيها مثلا هذا دي 1. تعالوا نشوفه، هل هذا اتجاه السهم موافق لاتجاه سهم التيار موافق لاتجاه سهم الديود دي 1؟ اكيد. اذا دي 1 بده يكون في وضعيه انحياز امامي. في اللحظه اللي بيكون فيها في وضعيه انحياز امامي، شو مضطرين نحط محل الديود هون؟ البارير بوتنشال، لان احنا مستخدمين التقريب الثاني. هلا البارير بوتنشال هيك الاقطاب بتكون تبعته، الموجب على طرف الانود، واضح كيف؟ والسالب جاي مع طرف الكاثود لدي 1. اوكي، هاي حطينا. هلا لاحظ هون انه استنى شوي، انا شكل الضغط هذا الديود مش هيك بكون، بس بديش تلمحها كلياتها. هذا الديود هيك بكون، بس هيك بكون. اوكي، للفول ويف هيك لازم يكون. طيب خلينا نشوف. هلا دي واحد هون استنتجنا انه راح يكون في الاون ستيت. طيب ودي 2 دي 3 عفوا راح يكون شغال في وضعيه الاوف ستيت. هلا اذا هذا دي 1 في الاون ستيت حطينا محله البارير بوتنشال، ودي 3 لما كان في وضعيه الاوف ستيت شو حطينا محله؟ اوبن سيركت زي ما انت شايف. طيب هلا التيار كيف، وين التيار بده يكون واصل؟ النقطه هاي معدي في دي 1 واصل الجنكشن، لما يوصل الجنكشن بده يعدي من خلال المقاومه، مفهوم كيف؟ من جهه اليمين لجهه اليسار. لما يعدي من خلال المقاومه ويوصل النقطه هذه شو بده يمر هلا وين؟ في دي 2. واضح؟ اذا دي 2 مضطرين نحط محلها احنا البارير بوتنشال هذا، بعيد بحكي القطبيه الموجبه للبارير بوتنشال بدها تكون جايه على طرف الانود، مفهوم كيف؟ طيب اذا هون استنتجنا انه دي 1 دي 2 في وضعيه الاون ستيت، ودي 3 ودي 4 راح يكون في وضعيه الاوف ستيت. شو حطينا محل الديدات اللي بتكون في وضعيه الاوف ستيت؟ هي اوبن سويتشز، واللي كانوا شغالين في وضعيه الاون ستيت حطينا محلهم البارير بوتنشال. هلا بدك تلاحظ شغله كثير مهمه هون، احنا لما تيجي ترسم الاوتبوت ويف فورم اللي موجوده على المقاومه، لما جينا طبقنا الجزء الموجب من الموجه، اوكي، اللي راح تشوفه انه الارتفاع تبع الموجه على الاوتبوت مش راح يكون نفس الارتفاع على الانبوت. يعني لو كان عندك البيك فولتج على الانبوت بيساوي 14 فولت، اوكي، البيك الفولتج على الاوتبوت ما راح يساوي 14 فولت. ليش؟ السبب بسيط كثير، لانه الديودات دي 1 ودي 2 عملوا انتروداكشن لفولتج دروب، يعني كل واحدة فيهم قالت انه انا مقابل امرر لك التيار بدي جهد، حسب قيمة المادة المستخدمة للديود يكون هذا الجهد اللي بده ياخذه الديود. يعني مثلا لو كان الديودات الاربعة دي 1 دي 2 دي 3 دي 4 كلهم مصنوعين من عنصر السيليكون، خلينا نشوف الجهد اللي راح ياخذه الديود دي 1 ودي 2، كل واحد فيهم بده قديش حتى يقدر يمرر التيار؟ كل واحد فيهم بده 7 بالعشرة فولت، وهذا بده 7 بالعشرة فولت، وهذا بده 7 بالعشرة فولت. طيب إذا كان جهد الانبوت 14 فولت، قديش تتوقع الجهد أو الارتفاع الموجي هذه على الاوتبوت بده يكون قيمتها؟ بيساوي ال 14 ناقص 7 بالعشرة فولت اللي أخذهم دي 1 لما اشتغل معنا، ناقص 7 بالعشرة فولت اللي أخذهم دي 2 لما اشتغل معنا. فإذا قديش بيطلع الجهد؟ بيطلع قيم 14 ناقص 1.4. فشو بيطلع معنا هون؟ بيطلع 12.6، صح؟ هذا الارتفاع تبع موجه الاوتبوت. شو اللي صار معنا هون؟ بعيد بحكي انه في عندنا انتروداكشن لفولتج دروب بالديدات اللي بتكون شغاله في وضعيه انحياز امامي، مفهوم كيف؟ طيب هذا التحليل في حاله ما تيجي تطبق الجزء الموجب من الموجه. هلا لما تيجي تطبق الجزء السالب من الموجه، بكل بساطه شو بتعمل؟ الديدات دي 3 ودي 4 اللي كانوا شغالين في وضعيه انحياز عكسي، هلا لازم يشتغلوا في وضعيه انحياز امامي. استنى شوي صغيره. كيف بدهم يصيروا؟
وين الانود دي 3 ودي 4، تعال نشوف الانود حتى نحدد الاقطاب تبعت البارير بوتنشلز، لانه كثير مهم تحديد الاقطاب. يعني انت مش متروك لك الخيار تحدد القطبيه زي ما بدك. مزبوط هذا الحكي. هلا نشوف كيف الرسمه تبعت الفول ويف بريدج ريكتيفاير نجح. هاي الانود وين موجود عندنا؟ الانود هي موجود لتحت هون، اوكي لتحت جاي. اوكي اذا كيف الاقطاب بدها تكون على مسطره الاقطاب؟ هيك بتيجي شكلها. طلعوا لي عليها، هي القطبين الموجب لتحت والقطبين الموجب لتحت لدي 3 ودي 4. هلا هون عمليه تبادليه، مقابل انه كان دي 1 ودي 2 شغالين في وضعيه انحياز امامي لما جينا طبقنا الجزء الموجب من الموجه. هلا شو بدهم يصيروا هون لما جينا طبقنا الجزء السالب من الموجه؟ بدهم يصيروا في وضعيه انحياز عكسي. شايف كيف؟ لما صاروا في وضعية انحياز عكسي شو اضطرينا نحط محلهم؟ اوبن سويتشز. واضح كيف؟ طيب هلا هذا الوضعيه الارينجمنت هاي للبيدات لما تبدلت الادوار راح تشكل مسار جديد للتيار. هلا حتى نحدد هذا المسار لا شوي سوري، نحدد هذا المسار بنيجي احنا هون بنشوف الفتره الزمنيه تبعت الجزء السالب من الموجه قديش بتكون من تي على 2 لحد تي او من باي ل 2 باي. اوكي هذه الموجه بنسميها النيجاتيف هاف سايكل. بتحتم عليك هذه الموجه انه تخلي الاقطاب على مصدر التغذيه بهذا الشكل، القطب السالب لفوق والقطب الموجب لتحت. واضح كيف؟ علشان هيك اتجاه اندفاع التيار راح يكون معانا كيف؟ راح يكون من طرف بي اول ذا واي لحد الطرف اي، يعني اتجاه اندفاع التيار بده يمشي عكس عقارب الساعه. هلا لما اشتغل عندي دي 3 ودي 4 وشفنا انه دي 1 ودي 2 راح يكون في وضعيه الاوف ستيت، راح تشكل مسار جديد للتيار. هذا المسار راح يكون هيك ماشي من النقطه بي عند الجنكشن هاي، راح يعدي التيار من خلال دي 4، بعدين بيعدي من خلال المقاومه ار ال من جهه اليمين لجهه اليسار تزوج. واضح؟ بعدين من عند النقطه هذه اقرب نقطه اقرب مسار حتى نوصل القطب السالب انه يعدي التيار في دي 3 لانه شغال في وضعيه انحياز امامي، وبمشي لحد ما يوصل النقطه اي. هيك وصل، هيك مشى التيار عكس عقارب الساعه. اوكي اثناء مروره كانوا الديدات دي 3 ودي 4 في وضعيه انحياز امامي. هلا هون الديدات هدول شو راح يقولوا؟ راح يقولوا للتيار انه مقابل انه احنا نمرر هذا انه خليك تمر من خلالنا بدنا كل واحد 7 بالعشرة فولت، لانه الماده المستخدمه للديدات هي عباره عن عنصر السيليكون، فعشان هيك هذا بده ياخذ 7 بالعشرة، يطرح 7 بالعشرة من جهد البيك، وهذا كمان بده يطرح 7 بالعشرة من الجهد تبع البيك. هلا اذا كان البيك فولتج عندي اياه على الانبوت قيمته 14 فولت، اذا البيك فولتج على الاوتبوت مش راح يساوي 14. قديش بده يساوي؟ بده ياخذ، بدنا نطرح منه 7 بالعشرة اللي اخذها الديود دي 4. دكتور 7 من العشرة ولا 1.4؟ اما انا بحكي لك ماني جايك في الحكي هذا، ليش مستعجل؟ هلا ياخذ 7 بالعشرة اللي تبعت دي 4 لما اشتغل، ناقص ال 7 بالعشرة الثانية لما اشتغل ايش؟ دي 3. يعني هاي اخذها اي ديود؟ هاي اخذها دي 4 وهي اخذها دي 3. قديش بيطلع المجموع عندنا هون؟ بيطلع عندك 14، اطرح 7 بالعشرة 7 بالعشرة ناقص 1.4 بالعشرة، فبتطلع لنا 12.6 فولت. هذا الجهد اللي ظهر على الاوتبوت. واضح؟ هذا مش هذا البيك فولتج اللي ظاهر عندي على الاوتبوت. واضح كيف؟ بنسميه الفي بيك الاوت او الفي ماكسيمم الاوتبوت. انا حاطط لك يعني التنتين عشان يكون متروك لك الخيار، يعني سواء حليت في اساينمنت او في امتحان حطيت لي اياها في بيك الاوت او الفي ماكسيمم الاوت، فيش اي مشكله. واحد مثلا اجي على الانبوت هون بحدد الارتفاع تبع البيك لهي الموجه القمه لها، سواء حكى في بيك الانبوت او في ماكسيمم الانبوت برضه نفس الشيء. مفهوم كيف؟ طيب شفتوا كيف الاختلاف انه على الاوتبوت فولتج لما نيجي احنا نستخدم التقريب الاول او التقريب الثاني؟ الاستنتاج بسيط كثير زي ما حكيت قبل شويه، الارتفاع عندي على الاوتبوت هون نفس الارتفاع او البيك فولتج على الاوتبوت لما تيجي تستخدم التقريب الاول نفس البيك فولتج على الانبوت، بينما هون البيك فولتج على الاوتبوت ما راح يكون نفس البيك فولتج على الانبوت. واضح؟ طيب هذه في كاتب لك انا هون حاجه مهمه انه بس خلينا نقرا الملاحظات اللي بتخص التقريب الاول كلها، هذه شرحتها هلا يعني بس بدنا نعيد عليها حتى بلاش يكون فاتني اي ملاحظه. الملاحظات هون
تبعت التقريب الاول ونقرا الملاحظات اللي بتخص التقريب الثاني. حكي انه احنا هون لما تيجي تطبق الكونسبت اوف دايت ابروكسيميشنز، احنا دائما للدايت في الاي سي ما في عندنا غير التقريب الاول والتقريب الثاني. لما تيجي تستخدم التقريب الاول الايديال دايت موديل، الدايتات زي ما حكينا قبل شوي اللي بيكونوا شغالين في الاون ستيت، اوكي، بنحط اللي بيكونوا او لونهم اخضر على طول في التقريب الاول بتحط محلهم شورت سيركت، وهدول لما جينا طبقنا الجزء الموجب من موجه الانبوت هذول الاثنين بده يكون فضيت الاوف ستيت لانه لونهم احمر. في التحليل شفنا انه هذول راح يكونوا فضيت الاوف ستيت، اذا شو بنحط محلهم حسب التقريب الاول؟ بتحط محلهم او بالنسبه للجزء ما انت شايف هيك. طيب يومي هلا هون بيحكي لك انه بامكانك تستنتج انه الانبوت والاوتبوت فولتج ويف فورمز هاف ذا سيم بيك فولتجز، نفس لهم نفس القمه. يعني هون في بيك الاوتبوت، استنى بس خليني امسح هاي، هون في بيك الاوتبوت نفسه نفس الفي بيك الانبوت، او في ماكسيمم الاوتبوت بيكون نفسه نفس الفي ماكسيمم الانبوت. واضح كيف؟ طيب احنا هون هذا بخصوص الملاحظات للتقريب الاول. خلينا نشوف الملاحظات اللي بتخص التقريب الثاني. لما تستخدم التقريب الثاني في عندنا البارير بوتنشال بتكون قيمته حسب الماده المستخدمه للسيليكون للدايود. اذا كانت سيليكون حكينا اكثر من مره بتكون الاي جي 7 بالعشره، اذا كان مصنوع من الجرمانيوم بتكون الاي جي قيمتها 3 بالعشره. طيب هلا الفولتج دروب هون او الانخفاض بالجهد، اوكي، لما يكون مثلا لما تيجي تطبق الجزء الموجب من موجه الانبوت، تعال نشوف هون اي اثنين اشتغلوا عندي، دي واحد ودي اثنين، اذا كل واحد فيهم بده قديش؟ بده يطرح من موجه الانبوت جهد قد ايه؟ 7 بالعشره، فقديش بيطلع المجموع هون؟ هذا اخذ 7 بالعشره وهذا اخذ 7 بالعشره، اذا الموجه على الاوتبوت بتساوي موج او البيك على الاوتبوت بيساوي البيك على الانبوت مطروح منه ايش؟ الجهد اللي اخذه كل من الكل من دي 1 ودي 2، هون المجموع بيطلع 1.4 بالعشره، اذا كان طبعا الدايد مصنوع من السيليكون. واضح؟ هلا الفولتج دروب يعني هون في الخلاصه اللي بحكي لك اياها، في بيك الاوتبوت بتساوي في بيك الانبوت مطروح منها التوتال فولتج دروب، اوكي؟ اذا كان مثلا خليني اقول لك، اذا خلينا ناخذ مثال لو كان الدايد مصنوع من عنصر الجرمانيوم مش السيليكون. بالجرمانيوم قديش البارير بوتنشال؟ 3 بالعشره. طيب فلنفرض كانت الفي بيك الانبوت او في ماكسيموم الانبوت بتساوي 10 فولت. واضح؟ وجيت قلت لك حدد لي او احسب لي قديش الماكسيموم او البيك فولتج على الاوتبوت، شو بدي اساوي؟ بدي اساوي البيك فولتج على الانبوت، واضح، مطروح منه الجهد اللي اخذه كل من دي 1 ودي 2، لانه هدول الاثنين اشتغلوا في وضعيه انحياز امامي، كل واحد منهم هلا بياخذ من جهد المصدر من البيك تبعت الانبوت قديش البارير بوتنشال اللي له، قديش قيمه البارير بوتنشال للجرمانيوم؟ 3 بالعشره، هذا راح ياخذ 3 بالعشره دي 1 ودي 2 برضه راح يطرح كمان 3 بالعشره، فبتطلع عندك هون 10 ناقص ايش؟ 6 بالعشره، فبيطلع المجموع بيطلع لنا هون الاوتبوت فولتج قديش راح يساوي قيمته؟ 9.4 فولت، هذا البيك اوتبوت فولتج. واضح كيف؟ سهل كثير، مش في ولا شيء. هيك هذا خلصنا الجزء. طيب احنا هون بدنا نشوف الاوتبوت بيك كرنت فيرسس انستنتينيوس كرنت، حتى نقدر نحكي عن الموجة اللي موجودة عندي هون. حكينا عن لما تيجي انت على المينز اوتلت او فيشة الكهرباء مثلا تضغط عليها الجهاز اوسيلوسكوب راح تشوف تكرارات ما لا نهاية، يعني تكرارات لا نهائية من الساينوسويد الويف فورم. انا ما بدي التكرارات هاي، انا بدي اخذ السامبل او العينة تبعتي. السامبل تبعتي بتكون فيها جزئين، بوزيتيف هاف سايكل والنيجاتيف هاف سايكل. السبان تبع هذه الموجة من الصفر للتي، او الزمن اللي استغرقته اللي هي التايم بيريد من الصفر للتي، او ممكن تحكي بلشت يعني على مرحلتين في عند هاي الموجه موجوده، على الجزء الموجب اللي هو من الصفر للباي، والجزء السالب على الفتره الزمنيه من باي لاثنين باي. هلا هون بدنا نميز بين حاجتين مهمات كثير، بين نميز بين البيك كرنت والانستنتينيوس كرنت. ايش يعني انستنتينيوس كرنت وايش يعني بيك كرنت؟ الانستنتينيوس كرنت هذا مثلا لما تيجي تطلع على الموجه هاي، هذه الموجه الموجوده عندي موجه الجهد هاي، لما بدك تعبر عنها هذه بتحطها على شكل انستنتينيوس فولتج، هذا بسموه ايش؟
هذا لما تيجي شو التسميه تبعته بسموه انستنتينوس فولتج. شو يعني انستنتينوس فولتج؟ يعني عباره عن مقدار جهد متغير حسب الزمن. يعني قيمه، يعني مثلا قيمه الجهد اللي موجوده هون اوكي عند الزمن هذا مثلا تي 1 مش نفس قيمه الجهد عند النقطه هاي عند تي 2. فدليل هذا انه الجهد شو ماله هذا انستنتينوس فولتج. فايش بنعبر عنه؟ دي انبوت از ا فانكشن اوف تي او الفي سورس از ا فانكشن اوف تي. واضح؟ هلا بدك تفرق بين انستنتينوس وبين كلمه بيك. طب لما اجي اقول لك حدد لي وين البيك فولتج، تيجي بتقول هي البيك فولتج. في عندي تو بيكس، في واحده بسموها بوزيتيف بيك هي موجوده هون، وبتقول لي في واحده ثانيه اسمها نيجاتيف بيك موجوده هون. هلا نفس المفهوم بدي اطبقه انا على التيار. بدنا نحكي بدنا نفرق بين البيك كرنت ونفرق بين الانستنتينيوس كرنت. واضح؟ خلينا نشوف بالسلايد اللي بعده. هون احنا انت جيت هلا جبت جهاز الاوسيلوسكوب، واضح؟ طبقت جبنا الفول ويف بريدكتيفاير هذا اوكي، حطيت جيت ربطت تو بروبس على الاوسيلوسكوب، يعني حطيت تو شانلز، سوري حطينا تو شانلز، واحده تقرا هاي الشانل الاولى اوكي، يعني تظهر لي موجه الجهد على اطراف، نشوف نحلل كيف موجه الجهد على اطراف المقاومه، وجبت اوسيلوسكوب ثاني، واضح؟ شوف لي كيف موجه التيار راح تكون معنا، اوكي؟ الموجتين راح يظهروا على الاوتبوت هيك شكل هون، شوي صغيره. تعال نشوف. هيك الموجات راح يظهروا على الاوتبوت. واضح؟ هذه الموجه الحمراء اللي موجوده هون، هذه البلصه لما جيت طبقت البوزيتيف هاف سايكل او الجزء الموجب من الموجه، والسكند بلس لما جينا طبقنا الجزء السالب من موجه الانبوت. واضح كيف؟ طيب هلا انت هذا هذا بسموه ايش ماله؟ هذا بسموه انستنتينوس فولتج. واضح؟ طيب لما اجي اقول لك وين البيك فولتج، بتيجي تقول لي هيو البيك فولتج هون موجود، هون هون نفس الارتفاع، فيش اي مشكله. طيب تعال قلت لك هون ارسم لي الانستنتينوس فولتج لموجه التيار. تيجي بتقول لي قبل ما ارسم الانستنتينوس فولتج لموجه التيار تسالني، بتقول لي كيف المقاومه تبعت المقاومه اللي موجوده على الفول ويف بريدكتيفاير، هل هي اكبر من واحد ولا اقل من واحد؟ جيت قلت لك فلنفرض اختار المقاومه هون قيمتها 10 اوم. هلا لما تكون عندك قيمه المقاومه 10 اوم، هذا بدل انه زي ما انت شايف هون، لما تيجي ترسم الانستنتينوس كرنت هذا بدك تاخذ بعين الاعتبار شو بده يساوي حسب قانون اوم. بده يساوي الانستنتينوس فولتج اللي ظاهر على المقاومه، واضح كيف؟ مقسوم على قيمه المقاومه، لانه قيمه المقاومه هذه 10، اذا هون الارتفاع لموجه التيار راح يكون اقل من ارتفاع موجه الجهد. اذا موجه التيار شو بده يكون عنده؟ هذه تمثل الانستنتينوس فولتج لموجه التيار، هذا بسموه انستنتينوس فولتج. ايش عفوا انستنتينوس كرنت اوكي لموجه التيار. ايش يعني انستنتينوس؟ بعيد وبحكي هو عباره عن التغير في المقدار بالنسبه للزمن. اوكي هذا يعني هلا خلينا ارجع اعيد النقاط اللي حكيتها. هلا هون بدنا نرسم انستنتينوس فولتج وانستنتينوس كرنت. هذا الانستنتينوس فولتج هيك بكون اوكي، وهذا الانستنتينوس كرنت. بيجي الطالب بيقول لي ليش التيار اجي اقل من الجهد؟ ليش ما يكون التيار اكبر من الجهد؟ السبب بسيط كثير، لانه قيمه المقاومه اكبر من واحد هون اعتبرها. واضح كيف؟ لما تكون اكبر من واحد اذا ارتفاع التيار بده يكون اقل من الارتفاع لموجه الجهد. مفهوم كيف؟ طيب هلا جيت قلت لك حدد لي البيك فولتج، تيجي تقول لي هي عادي، بتقول لي هاي الحمراء بتمثل انستنتينوس فولتج، اذا البيك فولتج هون او هون بكون بنفس المقدار. واضح؟ طيب جيت سالتك قلت لك حدد لي البيك كرنت، بتقول انه البيك كرنت يا موجود هون او هون، الاثنين يعني الارتفاعين راح يكونوا بنفس المقدار. مفهوم كيف؟ هذا بيك كرنت وهذا بيك كرنت، هذا بيك فولتج وهذا بيك فولتج. مفهوم كيف؟ طيب احنا هون الاوتبوت الانستنتينوس كرنت لما بدك تيجي تشوف تحسبه بدي يساوي الانستنتينوس فولتج مقسومه على قيمه المقاومه ار ال. لاحظ كيف العلاقه اللي بتربط بين الجهد والتيار والمقاومه دائما بتكون حسب قانون اوم. يعني قانون اوم بنطبق على الاي سي زي ما انطبق على زي ما كنا نطبقه سابقا في دوائر الدي سي. مفهوم كيف؟ سواء حكيت الفي ار ال از ا فانكشن اوف تي
وحكيت الفي اوتبوت از ا فانكشن اوف تي لها نفس المدلول. يعني انا لما اجي اسالك سؤال بسيط، اجي اقول لك مثلا وين الاوتبوت عندي على الفول ويف بريدج امبليفاير، او احدد شو الانستنتينيوس فولتج على الاوتبوت، بتقول لي الانستنتينيوس فولتج بيكون في اوتبوت از ا فانكشن اوف تي، والفي اوتبوت هاي وين بتكون ظاهره على المقاومه ار ال. يعني سواء كتبت هيك او حطيت هيك في ار ال از ا فانكشن اوف تي، هذه لها نفس المعنى. واضح كيف؟ طيب هون احنا لما تيجي تحدد الانستنتينيوس كارنت على الاوتبوت شو بيساوي؟ يا اما اوكي هلا هذا الانستنتينيوس كارنت حددنا مش مشكله، هلا هذا البيك كارنت شو بيساوي البيك كارنت؟ يا اما بتيجي تقول اي بيك الاوتبوت، واحد ثاني بده يعبر عن التيار على الاوتبوت بطريقه مختلفه عن هاي. يعني البيك او القمه لموج الارتفاع، هذا القمه هون تقدر تعبر عنها بطريقتين، واحد بيجي بقولها تسميها اي بيك الاوتبوت، واضح كيف؟ واحد ثاني قال لا بدي اسميها اي بيك اي ماكسيموم الاوتبوت، الاثنين لهم نفس المدلول. وين بده يكون هذا المقدار؟ هون بده يكون عندنا هذه القمه مش الانستنتينيوس هذا، اوكي؟ طيب في علاقه بينه وبين القمه تبعت موجه الجهد؟ اكيد في علاقه رياضيه بتربط، يعني في علاقه رياضيه بتربط بين البيك كرنت والبيك فولتج. شو العلاقه هذه؟ زي ما حكيت قانون اوم، هي نفس القانون اللي كتبناه سابقا، بدي يساوي البيك فولتج على الاوتبوت مقسومه على المقاومه ار ال. او واحد ثاني بدي يساوي بقول نفس الماكسيمم اوتبوت فولتج مقسومه على الار ال. مفهوم كيف؟ فبكل الاحوال بعد هون انت وصلنا لخلاصه بسيطه، انه لما تيجي تحكي انستنتينيوس ايش يقصد فيها الموجه؟ ارسم، يعني لما اقول لك ارسم لي الانستنتينيوس فولتج على الاوتبوت، اوكي هاي بترسم لي الموجه تبعت الاوتبوت هيك شكلها، واضح؟ طب لما اجي اقول لك ارسم لي الانستنتينيوس كرنت على الاوتبوت، هيك بده يكون انستنتينيوس كرنت على هاي موجه التيار، واضح كيف؟ طيب لما اجي اقول لك حدد لي البيك اوتبوت فولتج، بتقول لي البيك اوتبوت هون بكون هون او هون. طب لما اجي اقول لك حدد لي البيك اوتبوت كرنت، بكون موجود هون هون. طيب لو جيت سالتك هل في علاقه رياضيه بتربط بين الانستنتينيوس فولتج والانستنتينيوس كرنت؟ في علاقه بتربط بينهم الاثنين اللي هي قانون اوم. هذا الانستنتينيوس كرنت سواء حكيت اي ار ال از ا فانكشن اوف تي او اي اوتبوت از ا فانكشن اوف تي، شو بيساوي؟ في ار ال از ا فانكشن اوف تي او الفي اوتبوت از ا فانكشن اوف تي مقسومه على الار. واضح؟ هاي العلاقه اللي بتربط بين الانستنتينيوس فولتج والانستنتينيوس كرنت. طيب تسالني السؤال الاتي، تقول هل في علاقه رياضيه بتربط بين البيك كرنت والبيك فولتج؟ بتقول اكيد في علاقه رياضيه بتربط بينهم اللي هي قانون اوم. واضح؟ الاوتبوت بيك كرنت بيعبر عنه سواء حكيت اي بيك الاوتبوت او اي ماكسيمم الار ال، مفهوم؟ زي ما بدك حطه مش مشكله، بدي اسوي في بيك الاوتبوت او في ماكسيمم الاوتبوت، بس ايش؟ مقسومه على الار ال. في كل الاحوال هون دائما العلاقه اللي بتربط بين الانستنتينيوس فولتج والانستنتينيوس كرنت قانون اوم، والعلاقه اللي بتربط بين البيك فولتج والبيك كرنت برضه بتكون عباره عن قانون اوم. واضح كيف؟ هذه حكيناها سابقا لما تكون انت مستخدم التقريب الاول الفيرست ابروكسيميشن. استنتجنا سابقا قلنا انه الاوتبوت بيك فولتج نفس الانبوت بيك فولتج، واضح؟ لما تستخدم التقريب الثاني لا، الاوتبوت بيك فولتج ما بيساوي الانبوت بيك فولتج، وانما الفرق بيكون ايش؟ حسب البارير بوتنشال. اذا كان الدايود مصنوع من السيليكون بتطرح 1.4، اذا كان الدايود مصنوع من الجرمانيوم قديش بتطرح؟ 6. واضح كيف؟